يعني اختيار الشريك الأول اللي هو رونو الفرنسي، يا هل ترى يعني تقبل منطقيا أنه تختار شريك عنده نفس الاستثمار على بعد يعني تقريبا 300 كيلومتر من الحدود الغربية نتاعك؟ يا هل ترى تفكر منطقيا أنه هذا المستثمر اللي استثمر يعني في نفس المديرة تقريبا يعني يا لوغان وكذا في المغرب الشقيق راح يبعث استثمار ثاني بنفس الحجم يعني وبنفس الأهداف؟ هو أصلا هذه شركة رأسمالية أصلا، ما همش يسيروا فيها ناس عباتيين ولا مهابيل. ما يقدرش يبعث نفس الاستثمارات يعني على بعد 300 كيلومتر، هذا من هذا سيدو جامي فيو يعني.